السلام عليكم اعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه الم الفاكتوري. اليوم معنا المربي والهاوي عبد الله العتيج. حياك الله اخوي ابو خالد. الله يحييك. شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. هلا بالحبيب. مشكور على دعمك ودعوتك لنا يا اخوي. حبيبي انت وعلى العين والراس وبرك الساعات اللي شفناكم فيها. الله يرحم والديك. اخوي ابو خالد انت عندك متخصص ما شاء الله فصيله بلاندنيت. نعم. كلمنا بالبدايه عن بداياتك. شوف البلاندنيت يعني فصيله حلوه وتجذب يعني شريحه كبيره من المربين. انا للامانه بالبدايه ما حبيته، وعلى قولتهم مثل ما صارت هبه تقريبا 2011 المستجدين، يعني المربين المستجدين نقدر نقول، ولا هي قديمه من زمان يعني عدل. لا ما نهضم حق المربين القدامى. انا اخذتها كسوقيه اي، وشوي شوي شفت نفسي قاعد ادش فيها الطير حيل، يعني اتعمق فيه حيل اكثر واكثر. اي لان ما شاء الله الطير شوي عسر شوي. اي والله هو عسر وبنفس الوقت ويحببك فيه انك تعامل انسان، يعني صح. هو يعني في محاكاة بين المربي وبين الطير. نعم. هذا اللي يعني خلاني اندمج معه شوي واكشف اسراره شوي شوي. اللهم لك الحمد مشينا وياه. ايه ما شاء الله. ما شاء الله قاعد طالع عندك شيء اشياء مميزه. الله يرحمه. كلم لنا شلون انك مواصفات الطير بوجه عام ومين يا الطير؟ نعم. الطير طبعا مواصفاته بشكل عام هو طير رشيق حضوره ممتاز. منشأ الطير يعني هو مو منشأ بشكل خاص، لكنه متفرع. هو ينحدر من فصيله، مو من فصيله، من عائله اسمها الاورنتال فريل. من عائله؟ اي من عائله اسمها الاورنتال فريل، والاورنتال فريل هذه فيها عائله اسمها الاولز فاميلي. اولز فاميلي إيه، البوميات. البوميات هذه من شمال افريقيا، ومن القسطنطينيه اللي هي امريكا تركيا. والله الثالثه ما تحضرني بالضبط. حلو. لكن الرئيسيه الاورنتال فريل، خصوصا البلندنيت وستنيت، منشاها تركيا. حلو. كانت بقصر السلطان، بقصر مانسيا بازمير، وكانت حمامه للسلطان فقط. كانت حمامه للسلطان. للسلطان اي نعم للسلطان، وكان يسمونها الهنكاري. الهنكاري. الهنكاري معناها بالعربي حمامه السلطان. والسلطان هذا يعني الله يجزاه خير احتفظ فيها وطورها، لكنها ابعدها عن الشعب. ابعدها عن ايه الشعب. عاميه الشعب ما يربونها. ايه. طبعا مو نفس البلندنيت الحالي. هذا كان يسمونه كلاسيك اورنتال فريل. الحين اللي عندنا مودرن اللي يطوره. اللي يطوره. اي هذا اللي يتطور. فعقب يعني بسنه 1864 تقريبا. حلو. في مربي انجليزي اسمه كارديا، اتش بي كارديا. حلو. اول من اخذها من ازمير وداها لاوروبا. من هناك عاد مشت. من هناك مشت تفرعت. من هناك مشت وتفرعت، وطبعا الاول طير كان هو البلاك ليست. البلاك السود. ليست. السود. السود. كانوا السود ما كانوا في الالوان يعني هذا اللي حسب ما هو مذكور انه كان السود يعني، وعاد دخلوا عليه طيور. حلو. من نفس العائله اللي هي الاورنتال فريل، دخلوا عليه الافريكان اولز. ودخلوا عليه التوربتين والتوربت. فانتجت الشكل المودرن الحالي اللي هو اضخم بالحجم. والاضخم. اي اضخم بالحجم وحضوره افضل. بنيته قوية. بنيته قوية. بنيته قوية افضل من القديم يعني كشكل. طبعا هي الناس اذواق، لحد الحين الكلاسيك موجود. بس ان المودرن هو اللي طغى على الشريحة الكبيرة من الناس اللي يربونه. وش كلمنا شنو اللي هو الستاندر من الطير؟ الستاندر من الطير، شوف المشكلة عندنا يعني كالخليج والوطن العربي، كلمة ستاندر فاهمينها انه طير سهل. او يقول لك يعني مثل شوف طير معود هذا طير ستاندر. ما نبيه. المشكلة انه طير ستاندر هو طير مو موجود. طير مو موجود. هذه نقاط اتفقوا عليها ماستر بريدر اللي هم يعني المربين او يسمونهم رؤساء المربين او سيد المربين، لها اسم نفس لهم اتحاد او شيء كذي. هو اتحاد تم يعني اول موضوعه طبعا المربين الانجليز. حلو. لما طلع من تركيا راح لاوروبا عن طريق الاتش بي كارديا. حلو. هم اللي يعني حطوا اول نقاط. بس كلمه ستاندر، كلمه ستاندر لما تقول كلمه ستاندر هي مواصفات الطير بشكل عام. بشكل عام يعني انا اعطيك رسمه اقول لك انا ابي الراس كذي، ابي المنقار كذي، ابي العين موقعها كذي، لون العين كذي، ارتباطها مع اللون كذي. هني تكون الستاندر. ما هذه نقاط الستاندر، انك تشمل طير بنقاط الستاندر شيء صعب. حلو. فعشان كذي انا اقول حق المربين لا تستاهلون كلمه ستاندر. لا تستاهل يعني لا تستهانون فيها يعني. هذه كلمه ترى شيء كبير يعني. واشرح لنا شنو الستاندر مال الطير. الستاندر مال الطير طبعا الستاندر تفرع على ثلاث اشكال. طبعا الكنديين اخذوا لهم ستاندر معين. هو الستاندر كلهم الصفات العامه وحده، بس توزيع النقاط اختلف. ايه بين الاوروبيين والامريكان
الاوروبيين والامريكان والكنديين. طبعا نتكلم عن الكنديين اول شيء، لان مشهور كلمه كندي، كل ما يقول لك كندي 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 اخذوا طيور الباور يعني، لان هم عطوا 50 نقطه حق الراس. 50 نقطه، 50 نقطه من اجمالي النقاط اللي 100 نقطه حق الراس، حق مواصفات الراس، حق مواصفات الراس. وعطوا الجسم والوقفه والهيئه والسروال ونوعيه الريشه 25. وعطوا الماركينج، الماركينج اللي هو اللون، اللي هو توزيع اللون والنقشه ونقاوتها ونظافتها، عطوها 25. فعشان كذا نلاحظ باغلب الطيور الكنديه شوي جوده اللون مو ذاك الزود، مو ذاك الزود، بس عندهم قوه راس وباور. هذا بالنسبه للكنديين. الكنديين الاوروبيين عطوا الراس اقل نقاط تقريبا، يمكن 37 على ما اعتقد، واللون 38. حلو، 38. فدائما تلقى جوده طبعا هي الارقام متقاربه يعني 38 و 37 عشان يكملون ال 100. لاحظ بالطيور الاوروبيه عندهم جوده الماركينج وجوده اللون افضل بكثير، افضل من افضل من الكنديه، افضل من الطيور. اغلب الطيور يعني اللي تكون من اوروبا جودتها باللون قويه، بس عندهم شوي مشاكل بالمنقار. لان عندك الاوروبيين، انا حسب تواصلي مع المربين الاوروبيين، هو يعتبر المنقار من يندرج مع الراس. اي يندرج مع الراس، يندرج مع الراس. اي بس يقول لك احنا هنا يعني نشوفه، هو بالستاندر مذكور ان المنقار مع الخنفره مع الراس لو تشوفه من على جنب الطير يكون قطعه واحده. حلو، ما في فاصل يعني، ما تحس انه في منقار طالع برا ولا شيء. الاوروبيين يقول لا، شلون طير يعني خلقه بدون منقار ما ياكل وكذي، يعني هم ماخذين هذا فكره. فتلقى هم مهتمين بالماركينج، فتلقى عندهم جوده ماركينج اكثر. حلو. عندنا بالخليج نبي نتكلم عن عندنا بالخليج شنو المواصفات اللي ترغب فيها، اللي الحين دائما لاحظ الناس تبي الاوفر اوفر. وتبي الناس، وفي ناس تقول لا ستاندر. نعم، اللي هو اللي هو الستاندر اللي عندنا اللي هني اللي يشاركون فيه البطولات والشباب. نعم. والامور. نعم. هذه. نعم. فنبي تشرح لنا عن على هالنوعين. ممتاز. شوف احنا يعني احنا قلنا اول شيء عندنا الاوروبي والكندي والامريكي. احنا حلو. بالخليج حلو يعني قاعد نحكم على حسب توزيع النقاط الامريكيه. ليش؟ انا اشوفها وراي الحكام وراي الشباب الاغلبيه انه منصفه اكثر. منصفه اكثر، منصفه اكثر بتوزيع النقاط. معطين الراس 40، معطين اللون والماركينج وتوزيع اللون 30، ومعطين الجسم والهيئه والوقف والريشه 30. فتس يعني في توازن، في توازن مع تحيز. صح. للراس شوي. صح. اي يعني تحس انه في توازن، يعني ما ضعف لك الماركينج، ما ضعف لك الجسم والهيئه والوقفه والريشه، ولا ضعف لك بالراس، حافظ لك على يعني ركز لك على الراس. حلو، هذا اللي قاعد احنا نمشي عليه بالخليج، هذا تحكيمنا احنا كخليجيين. حلو. نرد للنقطه الثانيه اللي هو الاوفر والستاندر. اول شيء كلمه اوفر هي يعني مثلا تقدر تقول شيء غير مألوف او خارج عن المألوف. خارج عن المألوف، خارج عن المألوف. صح. يعني مثلا طير والله راسه ضخم، شيء مو طبيعي. ايه. منقاره حتى تشوفه شوي قوي. ايه. تشوف يعني الاوفر صفه مضافه او صفه اضافيه على الشيء الغير معتاد. حلو، هذا كلمه اوفر. بس انا اشوفه يعني اغلب المربين المحترفين انه ما في شيء اسمه اوفر. ما في شيء اسمه، في شيء اسمه ستوك بيرد، وفي شيء اسمه شو بيرد. حلو. ستوك بيرد شنو ستوك بيرد؟ ستوك بيرد هو طير الانتاج. يعني طير الانتاج مثلا تقدر تقول في صفه معينه ثقيله مثل الراس، منقار، قوة فك، بس انه ما عنده المواصفات اللي تأهله يكون طير للعرض. ما عنده، ما يشارك. اي ما يشارك، بس يستبعد على طول. يستبعد، بس انه طير منتج، طير تقدر يعني تستفيد منه كإنتاج وتنتج منه طيور تشارك فيها. حلو. يعني تعدل عليه. تعدل عليه، يعني لازم يصير بالانس بالتراكيب. ايه. يعني لازم تكون مثلا الانثى والفحل في بينهم صفات، يعني مو عيوب غير مشتركة، وصفات قد تكون مشتركة عشان تأصلها. أو انه يكون إضافات بينهم. هذول يسمونهم طيور الانتاج. حلو. الستوك بيرد. الشو بيرد غير. الشو بيرد هو اللي اقرب طير للاستاندر. اقرب مواصفات، ما في ستاندر 100%. حلو. وكلنا مواصفات الستاندر. المواصفات الستاندر، مثل ما قلنا الراس ياخذ 40 نقطة. الراس، الراس دائما يكون على شكل بيضاوي. يعني لما تمسك الطير من على جنب تطالع كذي راسه بيضاوي. وفي منحنيات، يعني حتى من قدام لما طالع كذي يكون منحني، من فوق منحني. راسه ما يكون فلات. لازم يكون في ارتفاع من عند من عند المنقار لاعلى نقطه فوق العين، يصير بعدين نزله يسمونها سلوب، بعدين ارتفاع القنزوعه. هذا تركيبه الراس من فوق. على جنب لازم يكون في خدود، يكون الطير مخدد، يعني لما طالع من قدام الطير يكون يسمونه كيرفات، منحني من كل مكان، منحني طالع. هذه مواصفات الراس بشكل عام.
موقع العين طبعا تختلف بين الساتانيت والبلندنيت، انا مختص بالبلندنيت يعني. موقع العين طبعا يكون بالمنتصف، ويكون المنقار الخط الوهمي، في خط وهمي رابط بين المنقار والجنزوعه والراس، هذا يبين لك توازن الراس. الخط الوهمي بالبلندنيت يكون على طرف الجفن، يعني من شقه المنقار على طرف الجفن يطلع بشكل مستقيم لاعلى قمه بالجنزوعه. الجنزوعه اللي هو الكريست العرف يسمونه، هذا بالنسبه للخط الوهمي، يعني بشكل مختصر عن الراس. الخنفره ما تكون يعني ملحيه. شنو قصدك بملحيه؟ ملحيه يعني تشوف طيور خنفرتها خشنه، يعني تلاحظ انها مثل جيري يعني عليها. ايه لازم تكون ناعمه، ناعمه وبشكل قلب، بس مو قلب حب، بس يكون مضغوط يعني ماخذ العرق مضغوط. اي والفك السفلي يدعم الفك العلوي يعني بالقوه، يكون بينهم توازن، ما يكون اللي مثلا اللي فوق اعرض واللي تحت اسخف، ولا اللي تحت اسخف والعكس. ولازم يكونون متطابقين، يعني ما يكون متجدم عن الثاني اللي فوق ولا اللي تحت. هذه من شروطها، هذه يعني من اغلب العيوب اللي تصير بالمعارض صفه المنقار. طبعا المنقار نفس الاظفر ينبت نفس. يطلع شغلات بسيطه يعني، هذه تحفه وكذي، هذه لك شيء مشروع، لك شيء مشروع. اي مشروع انك تحف الطير تعدله، هذا انت تجهز الطير، تعدل المنقار تضبطه، يعني اساس تكون اقرب نقطه لتوازن الراس مع المنقار مع الخنفره مع الـ يسمونه الحلقوم اللي هو مثل بالمريء، يكون ناعم ما يكون خشن طالع. في بعض الطيور تشوفها خشنه من تحت هنا طالع مثل اللغلوب كذي. اي هذا شنو الاسباب؟ هذا شوف اسبابه شغلتين، هو يا تقدم بالعمر، هذا واحد. الشيء الثاني يا شيخوخه مبكره. شيخوخه مبكره اي يعني الشيخوخه المبكره هذا لها علاجها او لا؟ ما لها علاج، هذا يعتبر عيب بالصفات. لا عيب بالصفات، عيب بالصفات. يعني مثلا الطير نقول فرخ السنه، مثلا احنا 2017 انتجنا فرخ 2017 حلو، شاركت فيه حلو، فاز الطير، خذ مثلا شامبيون او خذ اي مركز. السنه اللي وراها تشوف الطير لا والله هذا شكله تقول 2009 ايه مجعد، له خنفره ثقيله، له مثل تقدر تقول الزايده اللحميه. هل هذه تكون قله اهتمام؟ هذه مو قله اهتمام، مو قله اهتمام، هذه صفه، صفه وراثيه، صفه وراثيه، صفه وراثيه. هذه صفه وراثيه تحاول انك يعني كثر ما تقدر تتجنب عنها، تتجنب عنها اذا كان كبير بالعمر ما يخالف، بس ان اذا انت متابع من الاول صح. ومنها ترى جفن العين، الجفن لازم يكون ناعم ودائري، ما يكون مجعد. هذه بعد ترى من اهتمام المربي انه يحافظ على الطيور من التنفس، من العين، من الدمعه، في شغلات يعني مثل ما تقدر تقول تحافظ عليها. لازم تكون العين يعني جفن العين نظيف ودائري وغير مجعد، والعين نظيفه براقه تلمع، يعني لما تشوف الطير والله تعرفه من حيويته من عينه تعرفه. هذا بالنسبه للعين والجفن والمنقار والخنفره والراس والجنزوعه كلهم مع بعض. ما شاء الله، عسى الله يعطيك العافيه على المعلومات الحلوه القيمه. زين احنا لما جبنا هني دائما احنا جونا بالصيف درجه حراره قويه جدا، خاصه الناس اكثر مربين. انت ما شاء الله تربي حلالك بالبيت، بس اكثر الناس بالمزارع والواخير، وفي ناس بالبر تربيهم. فشنو طريقه مراعاتك وطريقه انتاجه؟ نبي طريقه مراعاته وانتاجه. شوف نقول هو كل مربي لازم تكون عنده خطه موسميه، يعني لازم يكون عندك مثلا بريدنج سيزون اللي هو وقت الانتاج، مولتنج سيزون اللي وقت التشليع، وقت التجهيز يعني عندك حق الشو ما شو، وقت الراحه. احنا عندنا ربعنا يعني ينتج من اول السنه لاخر السنه ما يوقف. صح، عصر عصر على قولتهم، عصر الطير عصر. هذا يسبب له اجهاد غير الجو، الجو عندك يصير عندك اجهاد حراري. انا اكلمك عن نفسي يعني 1/6 ميلادي اخر انتاج عندي اوقف. اي من 1/6 توقف؟ اوقف 1/6، ابلش تقريبا من منتصف 9 ل 1/10 حسب جاهزيه الطيور. وبالنسبه للوقايه، ما وقايه والمشاكل الصيف، اغلب مشاكل الصيف تخزين الكنكر.